الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا دائما فيه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا واحدا يا أحد، يا خيرا من كل أحد، يا مغيث يا مغيث يا الله، يا مغيث كل مغيث في أقطار السماوات والأرضين يا الله. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا الله. اللهم إنه قد انقطع رجاءنا من كل مخلوق، ولم ينقطع منك رجاءنا يا خالقنا يا الله. اللهم يا عالم ما يكون قبل أن يكون، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والطاعون. يا عالما بالسر والنجوى، يا عالما بالسر والنجوى، اكشف اللهم عنا البلاء والوباء يا الله. اللهم ادفع عنا ضرر الوباء والبلاء يا الله. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن تؤمنا من كل شيء نخاف منه يا رب العالمين. اللهم أمنا من كل شيء، فبخوف كل شيء منك أمنا يا رب مما نخاف. اللهم بحق طه وسورة الأحقاف، وبحق طه وسورة قاف، وبهول يوم المخاف يا الله. يا خفي الألطاف، نجنا بلطفك الخفي يا رب مما نخاف. اللهم ما استغاث به أحد من خلقك إلا أمن وكفي. اللهم اكفنا شر كل جبار عنيد، وشيطان مريد، وشر كل ضعيف في الخلق وشديد. يا شديد يا قهار يا قوي يا الله، يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر يا الله. يا الله يا قادر يا مقتدر يا محيط يا الله، يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، يا ستار يا الله. اللهم إنا نسألك بمعاقب العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك العظيم الأعظم. اللهم يا الله أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه يا رب العالمين، وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأن تدفع عنا وعن بلادنا الوباء والبلاء يا رب العالمين،
وأن تحمينا من كل شر وسوء يا الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر يا الله. اللهم آتِ رقابنا فيها من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحاب الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات.